مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم ضمن فعاليات هذا السباق المحلي الثاني في هذا اليوم السبت 19 من شهر سبتمبر لعام 2020، الثاني من شهر صفر لعام 1442 للهجرة، حيث نستمر في هذا اليوم مع فعاليات أشواط الحقائق. وبرنامجنا لهذا الصباح عبارة عن إقامة 28 شوط، هذا هو أولها لهجن أصحاب السمو وسعادة الشيوخ. ينطلق مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم على بركة الله وحفظه ضمن هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر عبر قناة الريان الفضائية، قناة الكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن. هذا الشوط الأول الرئيسي المفتوح لهجن أصحاب السمو وسعادة الشيوخ، شوط مفتوح وإنتاج ينطلق على الهواء مباشرة. ومقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول عداري لهجن أم الزبار مع مبارك بن محمد بن صرير، تليها على المركز الثاني على الهواء مباشرة. ومن تتقدم في هذه الأثناء تصل مواري لهجن أم الزبار أيضا مع مبارك بن محمد بن صرير، من يقدم عداري على المركز الأول ومواري على المركز الثاني، بينما الدور دور المركز الثاني تصل وتتقدم زاهية لهجن الغرافة ضمن المدهش سالم بن عامر المدهوشي. ننتقل إلى المركز الرابع، مثيرة تتقدم تعود ملكيتها لهجن أم الزبار، سعد بن سالم يضمر مثيره سعد بن سالم النعيمي. ننتقل الى المركز الخامس، ومن تتسلل على المركز الخامس تتقدم منوه لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، حصل دخول وتسلل من دره لسعادة الشيخ تميم بن جاسم آل عبد الرحمن آل ثاني، مضمر حمد بن سعيد بن مسعود. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، الشوط الاول المفتوح يا مضمرين يا جماهيرنا الاعزاء من الخير يجيل المحيط، أين سيزف السلام في صباح هذا اليوم؟ هجني أم الزبار، هجني إنتاج أم الزبار تسيطر على الشوط المفتوح، ولكن لا مفر من الغرفاوي. الله، الشعار الغرفاوي بدأ يتسلل والعصا في الأبطان. ماذا فعلت يا المدهوشي في السباق المحلي الأول وفي هذا السباق المحلي الثاني أيضا يجدد نفس السيناريو؟ هذا الشعار تألقه متألق، هذا الشعار من السباق المحلي الأول يواصل التألق، هذا الشعار المميز. الله، يا سلام، السلام من الغرافة، خلاص خلاص، غرفاوي غرفاوي غرفاوي، شعار سعادة الشيخ عبد العزيز يتسلل أرف بالعين المجردة، والغرافة وصلوك أيضا. المركزين الأول والثاني في الشوط المفتوح غرفاوية غرفاوية، يستاهل سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، سلام للغرافة، سلام، أشكرك يا المدهوشي. شوف المنظر، تهنئة خاصة خاصة من محبي هذا الشعار لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني على فوز الغرافة وإحكامها القبضة والسيطرة على زمام الأمور في الشوط الرئيسي المفتوح. تهانينا يا أبو عبد الله، تهانينا وسلام يا الغرافة، سلام، أشكرك يا المدهوشي على هذه الجهود الجبارة التي نراها على أرضية الميدان. المركز الأول عموما، الأول والثاني غرفاوية، لكن المركز الأول كان مع زاهية لهجن الغرافة مع مع المضمر سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثاني، المركز الثاني الجذاب أيضا لهجن الغرافة مع بقيادة المضمر سالم بن عامر المدهوشي المضمر المدهش. المركزين الأول والثاني في الشوط الرئيسي غرفاوية غرفاوية اللون. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت شغف لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني مع المضمر محسن بن علي بن فراج. المركز الرابع، المركز الرابع مواري لهجن أم الزبار مع مبارك بن محمد بصير مضمر الوحش. المركز الخامس، المركز الخامس عداري لهجن أم الزبار مع مبارك بن محمد بصير وغرفاوية. المركزين الأول والثاني في شوطنا الرئيسي المفتوح، سلام يا الغرافة، سلام،
تهانينا وانه مستزفها على الهواء مباشره لداعم الشعار. دقيقتين 53 ثانيه 47 جزء من الثانيه، توقيت ايضا مميز، توقيت المركز الاول هذا هو، المركز الثاني توقيتها اللي جات في المركز الثاني الجذابه. دقيقتين 53 ثانيه 67 جزء من الثانيه، ابداع وامتاع الشعار الغرفاوي. تهانينا لسعاده الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وانجاله الكرام مالكي هذا الشعار وداعمه، والتهاني ايضا للمضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث، وصلت في المركز الثالث شغف، قطعت المسافه في دقيقتين شغف 55 ثانيه 17 جزء من الثانيه. التهاني والناموس لمالك شغف سعاده الشيخ.